حضرة القاضي، لماذا توقفنا؟ حسنا، أنزلوا الجمال، أنزلوا الجمال بسرعة، أنزلوا الجمال. ما الأمر؟ ما الأمر يا حضرة القاضي؟ بسرعة، بسرعة، إنها العاصفة الرملية آتية نحونا، فلينبطح الجميع، فلينبطح الجميع على الأرض، الجميع، هيا بسرعة، بسرعة، غطوا وجوهكم، غطوا وجوهكم، اخفضوا، اخفضوا رؤوسكم، تمسكوا بالجمال، إنه إعصار رملي. يا إلهي، ما هذا؟ إنها شديدة جدا، لا أستطيع مقاومة الرياح. يا إلهي، تكاد الرياح أن تطيح بنا جميعا. يا إلهي، ساعدنا. يا إلهي. زبيد، زبيد، لا، هل أنت بخير؟ أجبني، هل أنت بخير؟ هيا إذن، هيا فلنكمل طريقنا. فلنبت الليلة هنا أيها الرجال، انصبوا الخيام. حضرة القاضي انتبه، حضرة القاضي إنها أفعى. انتبه. لقد مات. فعاد ابن بطوطة أدراجه إلى تلمسان كي يدفن القاضي. يا إلهي، من سيخبر عائلة القاضي بما حصل؟ أنا سأقوم بذلك. يا لها من مهمة صعبة. علينا أن نخبرهم، لا عليكم، أنا من سيقوم بذلك. كنت أتمنى لو استطعت إنقاذ قاضي تلمسان، ولكن للأسف لم أتمكن من ذلك. أستأذنكم، علي أن أذهب الآن. أيها الرجال، رافقوه حتى يصل إلى بجاية كما كان ينوي والدي أن يفعل. لا، لن أقبل بذلك، من الآن فصاعدا لن يرافقني أحد. تفاجأ الجميع بقرار ابن بطوطة الذي حسم أمره بالسفر وحيدا، يتحدى وحده كل الصعاب والمحن. ومضى شمس لا يرافقه أحد، ولا يؤنسه شيء إلا فضوله وحبه للطبيعة ورغبته في الاكتشاف. مشى ابن بطوطة لأسابيع وأسابيع، تحمل فيها البرد والصقيع
قبل أن يصل إلى محطته الأولى، قسنطينة التي وصلها في الليل. فحط رحاله وقرر أن ينصب خيمة على أن يبيت في قسنطينة حتى بزوغ الفجر فيكمل طريقه. والدي العزيز، أتمنى أن تكون بخير. وصلت اليوم إلى قسنطينة، أعذرني يا والدي، ولكن علي أن أزف إليك خبرا حزينا. لا، علي أن أبيت في إحدى بيوت قسنطينة، وإلا فلن تنجو مخطوطاتي من العاصفة. بسرعة 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 يا جملي، هيا هيا يا صديقي، هيا هيا يا صديقي، هيا هيا هيا، أسرع أسرع يا صديقي، هيا يا جملي. هيا، كن بخير يا صديقي، كن بخير يا صديقي. يا إلهي، ماذا تريد؟ أبحث عن مأوى أيها الرجل الطيب. حسنا حسنا، لا لا عليك، تفضل تفضل. شكرا. حينها بات ابن بطوطة ليلته لدى جزار قسنطينة، حيث كان جزار قسنطينة سخيا مع ضيفه، ووضع على مائدته ما لذ وطاب من الطعام. هيا يا ابن بطوطة، تعال تعال لأعرفك بالمدينة. أين الفراء يا جزار؟ في البيت، وسوف أرسله إلى الحاكم. ولماذا تأخرت؟ لم أتأخر. لا بل تأخرت.